فاللي اللي جميل هو اليوم هذا هو الفوتسال الحقيقي هو تيكون واحد الخصم تيكون استراتيجيات تيكون لعب بسرعه زاد بالحارس طيله المباراه من تزيد بالحارس طيله المباراه يعني انه ما عنده ما يخسر كل الهدف ديالهم هو يدير واحد المباراه كبيره ما كاينش الهدف ديالهم فوز لذلك احنا كنا دائما تحت الضغط كنا متوقعين هذا الشوط شرط ليه شحال من مره اللي خصو يعرف المتتبع ان هذه المباراه هذه تختلف على المباريات الاخرين لانها عنصر المفاجاه باقي فيها عنصر الدهشة عنصر اللاعبين اللي حتى بعض الاخطاء ولا اللي كيضيعوا اول مره تجربوا يعني بزاف ديال العوامل شويه بشويه كتبدا تحيد مع مرور المباريات ما نجربوش على الحكم هذا وقت التشجيع ان شاء الله انا متاكد ان المنتخب الوطني غيكون افضل من المباريات القادمه انا كنت منتظر هادشي قلت لكم قبل عارف لو ستيل الاسياتيك اي فرقه غتلعب معاهم غادي تشوفهم غادي يكون نفس الطريقه ان شاء الله ملي كتدخل في المنافسه حتى تبان قوه الفرق غير حنا ولفنا المنتخب المغربي تلعب مع منتخبات ما تكونش مهيئه تتسالي النتيجه كبيره هذه كاس العالم كاع المباريات عندهم زوم الامور بهذا الشكل الاهم هو خصنا نجيبوا لي 3 بوان باي طريقه انا صراحه الجمهور ديبلاصاو حتى لاوزباكستان تشجعهم الجمهور اللي في المغرب تنطلب منهم يشجعوا لان اللاعبين باقي صغار كيتبعوا التعليقات ديالهم تتبعوا خص يسمعوا شي حاجه مزيانه وانا مازال متاكد ان المنتخب الوطني غادي يكون افضل في المباراه اللاعبين اللي من الاصدقاء ديالي لان احترم راكين انا كمدافعين اللي كانوا في المباراه من جميع اللاعبين كيدافعوا هذه الجائزه هذه حققها جميع اللاعبين لا ستاف لا مدرب لا مدرب حراس كان يحتاجوا الجائزه كان بامكان اي واحد من اللاعبين اللي يحققها ما عندناش هذا ماشي هو الغرض ديالنا هنا جينا على المباراه الاولى باش نكونوا في ثلاث نقاط رغم ان النتيجه كانت هي اللي راه هي اللي داخل القاعه ماشي هو المباراه باش كيسا منتخب ماشي منتخب قوي والحمد لله حنا سالينا المباراه غادي نوجدوا المباراه الثانيه ان شاء الله وكنبغيو الدعاء ديال جميع المغاربه ان شاء الله معنا على المباراه الثانيه والثالثه ومازال ما حققناش انجاز ان شاء الله حارس المرمى لا جا لاعبين لا جميع الحمد لله يمكن حارس المرمى كيكون محتاج ولكن لاعبين ما تنساش ما يمكنش حارس المرمى يدير كل شيء تلقى النتيجه متعادله 0-0 كنبغي نشكر اللاعبين لانهم هما اللي حققوا الانتصار هما اللي سجلوا الاهداف بعض الاهداف راه ماشي سهله باش تسجلها في كاس العالم منتخب طاجيكستان منتخب قوي كيف ما شاف الجميع والحمد لله حنا دابا غادي مع الكوتش ديالنا السيشن كنمشيو مباراه بمباراه الان غادي نفكروا في مباراه ثانيه القادمه وكنبغيو جميع المغاربه يساندونا المنتخب المغربي مازال ما حقق المراد وان شاء الله غادي نفاجئوا جميع المنتخبات باش نقولوا دابا حنا وصلنا لكاس العالم واللي عطى الله عطاه خصنا نحاولوا نلعبوا مع اللاعبين الصعبه خصو كبير بزاف كما كان واحد الشيء اللي ديال شي في الباس ولا بحكم ان الدراري شتو الشباب بحكم كما كنت الضغط ديال اننا جايين ناقصين لاعبين زائد لاعب ثالث سفيان بوريتا هو تصاف في التدريب الحمد لله اننا استطعنا نحققوا ثلاث نقاط اللي غتكون مفتاح التحول الدوري غنحاول ان شاء الله نحصل على ذلك وكنوعدوا ان شاء الله الجمهور شكرا باش تعرف ان القرب ديال طاجيكستان مع دوله طاجيكستان كنا عارفين ان الجمهور غيحضر في الجمهوريه حنا الجماهير المغربيه زعما كنقولوا لها يعني تمشي المباراه كتلعب في الاختلاف كما قلت بزاف ديال الاخطاء اول مباراه زائد منتخب طاجيكستان كنعرف شنو بزاف ان شاء الله نحاولوا نحسنوا الاخطاء ونمشيو الماتش ان شاء الله العالم كتكون صعيبه وهي المفتاح منتخب طاجيكستان كما شفتوا ما كانش سهل والصراحه حنا ما فاجئناش كنا كنعرفوا باللي المستوى ديالو فاش تابعنا في كاس اسيا الحمد لله على ثلاث نقاط دابا ان شاء الله نركزوا على المقابله الثانيه ديال منتخب بنما ان شاء الله هي اللي غتحسم التاهل كي كان الضغط ديال الجمهور ودعوه للجمهور المغربي باش يجي يساندكم اكثر صراحة كيف ما كنعرفوا الحمد لله كان التواجد ديال المنتخب ديال الجمهور المغربي ما قراناش يزيد يساندنا حتى هو واحد كيعطينا واحد الدافع بالنسبه للجمهور ديال طاجيكستان اللي كان بكثره الصراحه ما كانش واحد الضغط بالعكس واحد هو واحد الحافز الحمد لله حنايا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اكتسبوا واحد التجربه واحد الاكسبيريونس اللي مولفين يلعبوا تحت الضغط تبارك الله سيم 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 سيم